يا رب كل يعمل اشتراك في القناة ينجح في المدرسة ويدخل الجنة يا رب. الملخص ده هيكون الحلقة الرابعة والخامسة والستة والسابعة والثامنة لمسلسل عشق 101. لازم تتفرجوا على الجزء الأولاني من الفيديو عشان تعرفوا القصة ماشية ازاي. عشق وهي كبيرة بتحكي وبتقول إنها كانت زعلانة منهم جدا إنهم ما جوش يوم التصوير وحست بواحدة من غيرهم، بس يا ترى هم هيجوا النهاردة؟ وفجأة الأباجورة وقعت على ترابيزة الأكل. هنرجع لسنان الصغير وهو قاعد لوحده مدفون في أحزانه، بس هيروح المدرسة وهيلاقي عشق قاعدة جنب واحدة تانية، وعثمان بيرتب رهانات لكريم عشان يكسب فلوس. طول الوقت بيفكر يكسب فلوس ازاي، بس مش بيفكر وبس، بينفذ كمان. وكريم شاطر جدا في لعبه كره السله، وعثمان عرف يكسب من حاجه زي كده. عشق رجعت الانسيال لعثمان، وعثمان ما كانش عارف يعمل بيه ايه، فاخده منه كريم، وتقريبا كده بيفكر انه يديه لايه ده. سنان كان بيراقب الوضع ما بين بروجو وكمال، وشاف ان فعلا مستر كمال بيبص على بروجو. ايه ده؟ قالت لعشق انها عايزه تقعد معاها، وقالت لها انها عارفه انها معجبه بسنان، بس سنان اصلا اسلوبه كده على طول مع الكل. سنان راح لعثمان وقال له انه اسف وانه مش متعود يعتذر لحد، وقال له كمان ان مستر كمال معجب ببروجو وانه عايز يكمل في الخطه. راح عثمان مديله ياكل بندق. عشق قالت لايه ده؟ انت حاسه بالغضب عشان انت طول الوقت جعانه صح؟ لان ايه ده يا جماعه مش بتاكل خالص، بتشرب بس. بس ايه ده؟ قالت لها انها نفسها تكون رسامه، بس المهنه دي مش بتجيب فلوس، وان واحده جميله زيها تستحق تتجوز واحد معاه فلوس يصرف عليها ويدلعها وبس. عشق قالت لها ان السعاده اهم حاجه. عشق عندها حق والله يا جماعه، السعاده اهم حاجه فعلا. عشق الكبيره خدت الاطباق اللي بره الشقه والترابيزه كمان، وبتحكي وبتقول انها كانت حابه نفسها في سن ال 17. عثمان قال للشباب انه هيجمع البنات عشان يكملوا الخطه، وهنعرف ان مستر كمال كان لاعب وجات له اصابه فبقى مدرس وهو اصلا مش حابب الشغلانه دي. وبعدها الشله هتتجمع، وسنان هيعتذر لعشق وهي طيبه وهتسامحه، وهتقول لهم نتكلم في الخطه بعد حصه الانجليزي، وهيحضروا علشانها وهم مجبورين. وواضح ان سنان معجب بعشق، بس هيجي لهم صدمه لما يعرفوا ان ميس بروجو اصلا مرتبطه. وتاني يوم في المدرسه الدنيا كانت بتمطر جامد، وسنان هيروح للشله ويقول لهم ان حبيب ميس بروجو مش مناسب ليها لانه داس على الارض والراجل ووسخ له المكان وانهم لازم يبوظوا العلاقه دي. بس عشق هترفض وهتقول لهم انها عايزه ميس بروجو تكون سعيده. فعثمان قال لها يعني لو عرفتي انه وحش هتكملي في الخطه؟ قالت له ايوه. وبعد ما اليوم خلص كانت الدنيا لسه برضه بتمطر، وكان حبيب ميس بروجو مستنيه تحت. سنان قلع الجاكيت ونزل يتكلم معاه وهو لابس نص كم، بيجر معاه اي كلام وخلاص يعني، لحد ما جسمه بدا انه يترعش من البرد، ويشوف اذا كان حبيب ميس بروجو هيديله الجاكيت ولا لا، لان اصلا سنان جسمه ضعيف وبيتعب بسرعه. هو كده بيعمل اختبار لرحمه الشخص ده. سنان عنده اصلا مشكله في علشان كده كان عمال بترعش جدا. وفي الاخر اداله الجاكيت بعد ما بروجو جت. فعشق قالت لهم انه شخص كويس ومش وحش، بس سنان حس بخيبه الامل وكان تعبان جدا. عشق كانت هتعمل له شوربه بس هو رفض، وقال لهم انه هيحاول الخطه دي مع مستر كمال وهيشوف هيعمل ايه. واول ما مستر كمال هيشوفه هيديله الجاكيت بسرعه بدون تفكير، وقال للشله شفتوا الفرق بقى؟ كمال طيب من جواه مش مدعي الحنيه زي حبيب ميس بروجو. عشق اتوافق تكمل بقيه الخطه معاهم، والمره دي كانت عامله شوربه لسنان وجايباها معاها. هو كان منبهر لان محدش بيهتم بيه خالص. والخطه الجديده ان هم يفرقوا ما بين بروجو وحبيبها، بس ميس بروجو غايبه لان النهارده خطوبتها، واتخطبت فعلا. بس سنان راح المستشفى لانه تعبان جدا وعنده مشكله في الرئه، بس الممرضه هتقوله انه لازم توقيع اهله، بس هو قال لها انه لوحده وهيروح ويحاول يجيب حد معاه، بس هيغمى عليه بره المستشفى. الممرضين اخذوه لجوه وادوه علاج، وبعدها روح عمل الاكل لجده وللكلب بتاعه، وهيحط هدومه في الغساله وهينام على الارض. وبعد المدرسه عشقه هتروح له وهتجيب له الاكل وهتقول له ان بروجو اتخطبت. ايه ده؟ راحت لميس بروجو عشان تتاكد. سنان هيفهم من كلام عشق طريقه اهتمامها انها معجبه بيه. وفجاه الباب خبط والشله كلها جايه، وعرفوا ان ميس بروجو هتتجوز قريب وهتمشي للمحافظه اللي هيكون فيها جوزها، وهم لازم يتصرفوا بسرعه. بس عثمان قال لهم انه هيعرف يغيب الشغل، ودلوقتي هم قدامهم خطتين. الاولى يحاولوا يخلوا خطيب بروجو في اسطنبول، وتاني خطه هي مستر كمال. وبعدها عثمان هياخد جاكيت مستر كمال وهيوديه لخطيب بروجو، وهيعمل كده فعلا. وعلى الرغم ان خطيب بروجو عارف انه مش الجاكيت بتاعه، بس هياخده لانه شكله غالي. وبعدها عثمان هيعزمه على الغدا وكمان على ماتش كوره لفريق مشهور عندهم، وهيبدا عثمان يوريله انه يقدر يكسب فلوس حلوه وهو عايش في اسطنبول، وان عثمان بيكسب فلوس حلوه من الكافيتيريا بتاعه المدرسه، وانه بيخلي الامهات في البيوت هي اللي تعمل السندوتشات بتكلفه اقل، وكل سنه كتير بيقدم للتقديم في الكافيتيريا بس واحد بس اللي بيكسب وهو اسمه علي تبع عثمان، بياخد الشغله بوثائق مزوره، وانه بيوزع على اربع مدارس والسنه الجايه هيكونوا سته، بس هو مستعد يديله اتنين. الراجل انبهر جدا بكل ده. عشق هتروح اوضه المدرسين وتطلب ان ميس بروجو ومستر كمال يمسكوا مشروع الطلاب السنه دي، علشان ده هيخليهم يقعدوا وقت اطول مع ميس بروجو قبل ما تمشي. طبعا ميس بروجو ما كانش عاجبها الفكره، بس هتروح لمستر كمال وتقول له وهو هيوافق. اما بالنسبه لسنان اخذ 10 ايام راحه في البيت، بس هو لابس عشان يروح المدرسه وكان شايف ابوه هياخد لوحه من البيت. سنان رفض وقال له اوعى تاخدها، انا بحب اللوحه دي جدا. وطبعا هو قال كده يا جماعه لان عشق بتحب اللوحه دي. سنان بدا يحب علشان كده حاسس بسعاده. ولما رجع المدرسه راح لعشق وقال لها انه عايز يذاكر ويتخرج ويروح الجامعه، وانه عايز حياه بسيطه وسعيده. كان هيقول لها انه بيحبها بس ما قالش، هي افتكرته بيتريق عليها وسابته ومشيت. براك راح لك
كريم وقال له احنا لازم نتكلم عن موضوع ايه ده بتحبني وانت لسه معاها. فكريم قال له عصبني اكتر عشان اضربك. فبوراك سابوه ومشي وراح لايدا وقال لها تقول اللي جواها، وبعد صراع كبير بينهم هنعرف انها بتحبه وانها مش عايزه تكون معاه لانها بتفكر فيه كتير وهي مش عايزه تكون مهتمه كده، ومشيت وسابته. بعدها هو راح الفصل وقال لبوراك انه مش مع ايدا خلاص وسابوا بعض. وبعد الشغل مس بروجو هتروح مع مستر كمال ياكلوا بره، وقال لها انه بيعرف يعمل اكل اسيوي حلو. وبعدها روحت البيت لقت خطيبها قاعد قدام التلفزيون وبيقول لها تحضر له الاكل لانه مش بيعرف يكسر بيضه حتى. اختلاف رهيب. كريم هيدي الانسيال لعثمان وهيقول له انه ما عندوش حد يديه له فسنان هياخده منه. بروجو كانت قاعده مع خطيبها وقال لها انه لقى عرض شغل هيكسبه فلوس كتير، وفي المدرسه كانت بتقعد كتير قوي مع مستر كمال. الوقت كان ممتع اكتر مع كمال اكتر من خطيبها. وفي اخر اليوم الشله كلها اتجمعت مع بعض وكانوا بياكلوا بقلاوه. وعش سالت عثمان ليه بيفكر في الفلوس طول الوقت، قال لها ان الفلوس هي اهم حاجه في الحياه وانها تعمل كل حاجه تقدري تتخيليها وما تتخيليهاش. بس سنان سالهم طب والحب، الحب مش بالفلوس ومش حاجه سهله. وتاني يوم في المدرسه خطيب بروجو راح لمدير المدرسه وقال له على شغل عثمان كله، والمدير طرد عليه. خطيب بروجو كده قطع اكل عيش ناس كتير وما اخدش الشغل برضه لان المدرسه قررت تتصرف بدون تدخل حد. عثمان كان متعصب جدا. بروجو معجبه جدا بكمال بس هتقول له انها مخطوبه وهتتجوز بعد شهر. طبعا هو ما كانش يعرف لانها ما كانتش لابسه الخاتم لان الخاتم كان بيتصلح، وهو اول ما عرف كده سابها ومشي. كمال حس بالخداع. سنان كان قاعد مع ايدا وعرف منها ان عشق اصلا بتحبه وفاكره ان هو مش بيفكر فيها اصلا، وهو كده لازم يروح يقول لها. وتاني يوم الصبح في الطابور هيعرف ان عيد ميلادها بعد 3 ايام وهيهبل بالكلام كالعاده. وهتروح بروجو عشان تقول لمستر كمال انه ما حضرش لتمرين النهارده، بس هو اتكلم معاها وحش وهتحس فعلا انه هيروح منها لما تلاقي زميلتهم في الشغل معجبه بيه اللي اسمها بيلي. وعصام بيعمل خطه انتقام من خطيب بروجو. وفي اخر اليوم ايدا كانت مروحه للبيت وبوراك وقفها وقال لها انه عايز يكون معاها لان كريم قال ان هما مش مع بعض. ايدا زعلت جدا وقالت له انها هتكلمه بعدين. وبالليل راحت تقعد مع سنان وجابت له ساندوتش وطلبت منه يحلل شخصيتها، وهو قال لها انها بتمثل انها شجاعه وجريئه وحكيمه بس هي اكتر واحده جابينها هو شافها في حياته، وانها دايما بتهرب ومش بتواجه مشاكل حياتها في حياتها الدراسيه والعاطفيه كمان، وانها بتجوع نفسها كعقاب. بس هي قالت له ان البنات التخينه الشباب مش بيبصوا لهم على انهم بنات. قال لها ليه، هو انت بقى عشان تقيمي نفسك بالوزن، انت بس مش واثقه في نفسك. قالت له انت كمان جبان، انت قلت العش انك بتحبها حتى. هي صح برضه يا جماعه. اما بالنسبه لخطيب بروجو فعثمان عارف يدبسه في مشروع وهيخليه يمشي من اسطنبول ليومين، وهو عايز في اليومين دول يخلي بروجو تغير رايها في الجواز منه. وفي نفس اليوم مدير المدرسه كان فرحان بالمعمل الجديد بتاع المدرسه والمكان مدفوع فيه فلوس كتير قوي. في اخر اليوم بوراك هيطلب من ايدا تخرج تاكل معاه، ولما كريم هيشوفهم هيشجعهم يخرجوا مع بعض. ايدا هتخرج مع بوراك وهي مش طايقاه اصلا، وهو قال لها تبطل تلعب بمشاعر الناس كده وزعق فيها ومشي، وهي كانت محرجه جدا. وبعدها هتروح مع عش الميس بروجو عشان يباركولها، وقعدوا مع بعض قعده بنات. وهنعرف من القعده دي ان ميس بروجو متردده في موضوع الجواز. بس عش قالت ان السعاده في الحياه ان الواحد يحب نفسه ويدور على الحاجه اللي بتخليه سعيد. وقبل ما يمشوا ادوا لها جاكيت مستر كمال اللي هو اصلا بتاع خطيبها، وقالوا لها تديه لمستر كمال لانه كان معاهم. وبعدها راحوا للشله وركبوا المركب مع بعض، ونسيت حفله عيد ميلادها اللي امها عازمه العيله عليها. بس سنان جاب لها كيكه بشمعه، وكانت امنيتها ان هم يتجمعوا تاني بعد 20 سنه في نفس المكان حتى لو كلهم بعدوا عن بعض. وبعدها وقف مع المركب وسنان عبر لها عن حبه اخيرا. عشق بتحكي وبتقول انها ما احتفلتش بعيد ميلادها بعد كده خالص في حياتها لان الموضوع بالنسبه لها ما كانش ليه لازمه. وايدا قالت لكريم انها عايزه ترتبط بيه، وميس بروجو متردده جدا في جوازها من خطيبها وهتقلع الدبله. وكانت هتروح لمستر كمال بس خطيبها رجع من السفر وقالت له انها عايزه تتكلم معاه، بس هو قال لها انه اتنصب عليه في كل فلوس جوازه. طبعا اللي عمل كده هو عثمان، وخطيب بروجو ما يعرفش. بس بروجو قالت له انها مش عايزه تكمل معاه وانها مش عايزه تتجوز وزعقت فيه، وهو مصمم ان اعصابها تعبانه. بس هي طردته واستريحت جدا وراحت لمستر كمال. شافته في الشقه مع زميلتهم في الشغل فديته الجاكيت بتاعه ومشي، وكانت حزينه جدا من جواها. سنان ادى الانسيال لكريم، كلهم اكلوا مع بعض حتى ايدا اكلت. عشق كانت بتقول ان الصداقه دي غيرتهم كلهم للافضل، وكانت حيطان البيت ساعتها بتقع وفجاه الباب خبط. وتاني يوم في المدرسه بوراك وشلته استغلوا ان كريم لوحده في الحمام وكانوا هيضربوه، بس المستر دخل وما عرفوش يعملوا اي حاجه. المدرسين كلهم كانوا منبهرين بالمعمل الجديد. عثمان قال لسنان انهم لازم يلحقوا كريم، وبوراك عارف يستدرك كريم للمعمل وبداوا يضربوه كلهم. سنان جه يدافع عنه هو وعثمان وعشق وايدا، وحصلت مجزره في المعمل والمعمل اتدمر كله وكلهم اتعاروا جامد جدا، حرب عالميه ثالثه بمعنى الكلمه. اما اسره بروجو انهاروا لما عرفوا انها فسخت خطوبتها وقالوا لها ان اسطنبول بوظت اخلاقها، محدش عايز يحترم قرارها خالص. المدير اول ما شاف المعمل كان هيجيله السكر من الصدمه. المدير اول ما شاف ميس بروجو قال لها ان سنان وايدا وعثمان وكريم وكمان عشق هيطردوا من المدرسه بقرار من الوزاره. طب يا غبي شوف مين السبب، عشق مش هتطرد، هيوقفوا دراستها بس. طبعا كلهم كانوا في الحاجز ومش عارفين هيحصل لهم ايه. ميس بروجو طلبت من مستر كمال يضرب انذار الحريق عشان اجتماع المدرسين يتفشكل، وحصل كده فعلا. وراحت قعدت مع الشله وسالتهم عن سبب اللي حصل، قالوا انهم كانوا بيدافعوا عن كريم، ولما سنان سالها ليه من شهرين كانت هي الصوت الوحيد اللي بيدافع
عنهم قالت لهم ان هم مختلفين من وجهة نظرها، وانها عارفة ان الاختلاف شيء صعب في الحياة، وانهم لازم يعرفوا اهاليهم لانهم كده هيتردوا، وكده الاجتماع اتأجل ليوم الجمعة يعني بعد 3 ايام. ادى راحت قالت لاسرتها، وامها قالت لها انها هتنقلها بسرعة لمدرسة في فرنسا علشان ما تكونش مطرودة، واتكتب الكلام ده في سجلها. وابو كريم كان متضايق جدا، وكريم كان ساكت خالص. ابو قال انه هيحل الموضوع ده، بس كريم قال له مش عايز مساعدة، وانه لو اتدخل هيحرجه. فابوه سكت خالص، وعثمان راح قال لابوه، بس ابوه قال له انه مش قادر يصدق انه عمل كده، وان عثمان شخصية ذكية جدا وطموح، بس عثمان قال له انه هيحل الموضوع برضه. وطبعا ام عشق كانت متضايقة جدا، بس عشق مش هتضطرب من المدرسة، هما بس هيوقفوا دراستها لفترة. وما كانت شايفة ان الشلة اللي هي كانت معاهم هم السبب في الفساد كله. اما بالنسبة لسنان هو ما عندوش حد اصلا، وهيتصل بابوه، بس ابوه يقول ان هو مشغول. اغلب الوقت سنان بيكون قاعد لوحده، وتاني يوم هيروح المدرسة وهو فعلا مش عايز يضطرب. كريم ادى الانسيال لإيدا، وبعدها اتجمعوا من غير عشق، وإيدا قالت لهم ان اهلها هينقلوها لفرنسا. كريم اتصدم، بس هيقول لها توافق علشان مصلحتها. إيدا الكبيرة حضرت لمقابلة عشق. بروجو كانت عمالة تفكر ازاي هتنقذهم، وخطيبها رن الجرس وعايز يصلح علاقتهم، بس بروجو اخدت قرارها خلاص وقفلت الباب في وشه. وبعدها كمال حضر وقال لها انه عايز يفكروا سوا. قالت له روح فكر مع بيلي، وما انكرش علاقته ببيلي، وقال لها انها ما تستحقش تفسير منه. فقررت هي كمان ما تقولش انها فسخت خطوبتها، وقعدوا سوا يفكروا. وهم قاعدين مع بعض مستر كمال هيقول ان افعالهم كلهم سيئه ومفيش مجال لانقاذهم. سنان كتب كل الدروس في الفصل عشان يروح لعشق ويديها الواجب. طبعا عشق كانت منبهره لان دي مش عاده سنان خالص، وفعلا بدا يشرح لها الدروس كلها. عشق الكبيره قالت لايدا انها ما كانش عندها اي صحاب حقيقيه غيرهم. ايدا ادت لها اللوحه القديمه اللي كانت بتحبها في بيت سنان. عشق بدات تعيط جامد، والبيت كان عمال بيتشقق اكتر. وقعدوا سوا قدام الميه، وايدا رجعت ما تاكلش زي زمان، وكانت بترسم على ايد عشق، وقالت لها انها نسيت يعني ايه سعاده. وهنرجع ليهم وهم في اوضه الحجز. ميس بروجو بدات تدافع عنهم هم الاربعه قدام المدرسين، وقالت ان كريم حاسس بالغضب طول الوقت لان كل الناس شايفاه ابن راجل مهم وبس، محدش يعرف ابوه بيعامله ازاي في البيت. وايدا بنت شجاعه وموهوبه، لكن الكل بيبص لها لانها بنت جميله وبس. وسنان عايش لوحده من هو عنده 14 سنه لان ابوه وامه اتطلقوا واتجوزوا اشخاص تانيه. الولد جواه غضب كبير ومحتاج حد يساعده، وان عثمان ذكي جدا ومتوقع منه نجاح كبير في المستقبل. الاربع طلبه دول مختلفين جدا، ولو بعد ما طردناهم وسمعنا ان حد فيهم انتحر هنتصرف ازاي، وانهم كده بيضربوا عليهم النار، وهترفع ايدها وتقول انا موافقه نطردهم، بتعمل خطه عكسيه يعني. والمدير كمان هيرفع ايده، بس باقي المدرسين مش هيرفعوا ايدهم، وهيقولوا انهم عايزين يدوهم فرصه تانيه بشرط الاعتذار. المدير هيروح لهم وهيقول لهم ان 11 حد مش عايزهم يتطردوا، بس لازم يعتذروا. بس باقي طلبه المدرسه كانوا بيكرهوهم وبيتنمروا عليهم ومشمتنين فيهم لانهم لازم يعتذروا قدام المدرسه كلها، يعني هيكسروا كبريائهم. عثمان هيقول لهم لازم نعمل كده ونخلص بقى، بس كريم رفض. وكمان سنان مستر كمال قعد مع بروجو وقال لها انها اشجع واحده شافها في حياته، وانها افضل واجمل واحده، وسالها ليه اختارت خطيبها وما اختارتهوش هو، وانه مستعد يعمل اي حاجه مقابل انها تحبه وتختاره هو لانه عايز يكون معاها. هي قالت له انها اصلا فسخت خطوبتها. طبعا هو كان سعيد جدا. وفي البيت ابو كريم اعتذر له عن اسلوبه القاسي معاه، وطلب منه يعتذر بكره قدام المدرسه ويخلصوا من الموضوع ده، وانهم هيحضروا بكره. ايدا قالت لامها انها عايزه تكون رسامه، بس امها قالت لها ان الرسم حاجه اقل من قدرتها، وانها تقدر تعمل حاجه اكبر من كده بكتير، واسره عشق بيقنعوها برضه تعتذر. المهم قعدوا هم الخمسه مع بعض عشان يشوفوا قرار بعض، واتفقوا انهم هيعتذروا وما يكبروش الموضوع. عشق الكبيره ادت الانسيال لايدا. هنرجع بقى للماضي. الخمسه حضروا لطابور الصبح، والمدرسه كلها كانت حاضره، والكل مستني يشمت فيهم، واولهم المدير، وكان بيحضر لهم خطاب الاعتذار بنفسه اللي هيكسر كبريائهم بجد عشان يطلع واحد واحد يقرا الاعتذار ده قدام المدرسه. سنان قال لمستر كمال ان هو اللي عمل الخطه مع باقي الشله عشان يجمعوا بميس بروجو عشان ينقذوا نفسه. وبروجو على الناحيه الثانيه بدات تجمع الخيوط ببعض، واكتشفت فعلا ان علاقتها بمستر كمال بقت موجوده بسبب الشله دي، هم السبب في كل حاجه. ميس بروجو بصت عليهم من بعيد باحساس ان هم لعبوا بحياتها ومشيت وما حضرتش حتى الاعتذار اللي هم هيقدموه. ايه ده، حست ان ميس بروجو عرفت. المهم ان الخمسه كانوا واقفين قدام المدرسه ومعاهم ورقه الاعتذار اللي هيقولوها. تفتكروا هيعملوا كده فعلا؟ المهم اول واحد هيكون سنان ومش هيعتذر، وهيقول انه مش ندمان على حاجه، وتاني واحده هي ايدا ومش هتعتذر برضه، وهتهزق المدير كمان، وهتعمل ورقه الاعتذار طياره وترميها. عشق وايدا كانوا بيفتكروا الذكريات دي وهما بيضحكوا. المدير قال لكريم انه مش هيطرده لانه ابوه قال انه هيصلح المعمل ولازم يعمل نفسه بيعتذر وخلاص، بس كريم مش هيعتذر. وبعده عشق اللي برضه مش هتعتذر، وقالت انها تعتذر ليه؟ لانها كانت بتدافع عن صاحبها اللي كان بيتضرب ظلم، وقالت انا فخوره اني دافعت عنه لانه صاحبي. المدرسه كلها كانت بتسقف لها، كانوا فرحانين بيها، وسنان كان فخور بيها جدا. واخر واحد هو عثمان، هيطلع بندقه ياكلها وهو بيبص للمدرسه كلها، وشتم المدرسه وقال لهم مش هعتذر لحد. المدرسه كلها كانت فرحانه بشجاعتهم، صراحه يا جماعه انا حبيتهم قوي. وبالليل كلهم اتجمعوا وحرقوا لبس المدرسه، ودلوقتي سنان مرتبط بعش وكريم بايدا وعثمان مع نفسه. بروجو حضرت شنطتها عشان تمشي، بس جمال جه قالت له انت كنت عارف؟ قال لها انا لسه عارف النهارده. قالت له يعني كل اللي حصل ما بيننا ما كانش حقيقي، بس اللي ما بينهم حقيقي. بيت سنان القديم بيقع وصورتهم اتكسرت ووقعت على الارض. ايدا ما كانتش عايزه المكان ينهار، وقالت لها انها بوظت
حياة نفسها، وإنها برسالة عشق فتحت جرح جواها وحست إنها فاشلة، وإنها شايفة إنهم يستحقوا فرصة تانية بجد، بس البيت بيقع ولازم يخرجوا بسرعة. وهنسمع الباب بيخبط، يا ترى مين جه من التلاتة؟ استنوا الجزء التاني. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. رب يكون فيديو المرة دي عجبكم. السلام عليكم.